بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم فيه مجامع الحمد. لأنك قلته قبل الفراش، رواه الإمام الأنباري في صحيح الجامع. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من قال حين يأوي إلى فراشه: الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي وأفضل، اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار، فقد حمد الله تعالى بجميع محامد الخلق كلهم. يعني يكتب لك ثواب حمد جميع المخلوقات على وجه الأرض. تعرفين: وإن من شيء إلا ويسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، سورة الإسراء. فالحيوانات والحشرات والجمادات تحمد الله سبحانه وتعالى. فلو أنت قلت الذكر ده أخدت في الثواب من الحسنات ما يساوي حمد جميع المخلوقات على وجه الأرض، لا يقدر بحسنات، مليارات مليارات الحسنات. والأهم من كده، طبعا لو أنت جالك الاجل وانت نايم خلاص بقيت من اهل الجنه. الاهم من ده وده كمان انك انت، قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: افضل عباد الله يوم القيامه الحمادون، بتشديد الميم، الذين يكثرون من الحمد. طب انت حمدت ربنا بصيغه تساوي حمد جميع المخلوقات على وجه الارض، تبقى من الحمادين ولا مش محمدين؟ باذن الله واظبت عليه كل يوم تكتب من الحامدين والشاكرين، وتكون من افضل خلق الله يوم القيامه، لانك من الحمادين مش الحامدين بتشديد الميم، الذين يكسون من الحمد. فانت قلت الحمد بيساوي حمد جميع المخلوقات على وجه الارض. في افضل من كده؟ لا يقدر بحسنات، مليارات مليارات الحسنات. فليت نحفظه ونقوله قبل احد طرقك الاكيده ان شاء الله الى الفردوس الاعلى. تحفظه ونقوله قبل النوم. قولوا قولي هذا، استغفر الله.